انا اسمي تينا وحيد وانا جاي اكلمكم النهارده عن ازاي بطني ترجع بعد الولاده. التمرين بشكل عام، هل هو بعد الولاده على طول ولا هل هو بعد سنه من الولاده ولا امتى بالظبط؟ اول حاجه هقولها لك، ما تتسرعيش ان انت تبتدي تمرين على طول. اول حاجه لازم تاخدي موافقه الدكتور بتاعك وامتى تبتدي. كل شخص فينا مختلف ونوع ولادتك كمان مختلف، سواء طبيعي او سيزيريان، على حسب ما الجرح بيلم او على حسب ما جسمي بيحاول ان هو يرجع شويه لطبيعته. انا بقول ان هو تقديريا بيبقى من اول شهر ونص لثلاث شهور، ده الوقت اللي ممكن ابتدي فيه تمرين، وده بيبقى على حسب موافقه الدكتور. طب ايه هو نوع التمرين اللي هبتدي بيه؟ مشي فقط، ما تحاوليش ان انت تبتدي باسرع او باكتر من كده، وخديها خطوه خطوه واطلعي لفوق عشان جسمك يقدر يرد زي ما كان وعشان ياخد وقته. انت بتتكلمي في 6 شهور لسنه، بعد كده هتلاقي نفسك بتعملي كل حاجه زي ما انت عايز تعمليها. طب ازاي ابتدي؟ هنبتدي بالمشي، هتبتدي مثلا 10 دقائق الصبح و10 دقائق بالليل، الكلام ده عند شهر ونص بعد الولاده او 3 شهور على حسب موافقه الدكتور ونوع الولاده. طيب هبتدي ب10 دقائق، الكلام ده في اول شهر هبتدي فيه تمرين، بعد كده مش هزود عن كده، هخش في الشهر الثاني هبتدي ازودهم ل 20 دقيقه على بعض، كل ده مشي مش بعمل حاجه اكتر من كده. هخش في الشهر الثالث هزودهم ل 35 دقيقه، وافضل ماشيه كده لاخر الشهر. من اول الشهر الرابع في التمرين او الخامس لغايه الشهر السادس انا هبتدي ازود مده الوشي بتاعتي ل 45 دقيقه. لو قدرت احافظ على ده 5 مرات في الاسبوع يبقى كويس جدا جدا ان انا احاول اكمل فتره التمرين على بعضها 45 دقيقه. طيب بعد كده اعمل ايه؟ هبتدي اعمل تمرينات للرجلين، هبتدي ازود شويه سرعه او شويه جري في الكلام ده من امتى؟ من السادس او من الثامن شهر تمرين، بعد ما اكون عدى عليا 6 شهور 8 شهور تمرين، وهبتدي بعد كده اعمل تمرينات بطن عشان تساعدني انه بطني تلم تاني. طيب هي 80% اكل على فكره، اكتر منها التمرين، فلازم تاكلي الاول كويس، اكل نظيف. مش كل الناس تقعد تقول لك انت عشان حامل وعلشان لسه والده ولازم، بطنك مش هتتحرك من مكانها ومش هتلم تاني الا بالاكل الكويس وشويه حركات مع المشي والجري اللي قلنا عليهم قبل كده. طب ايه هي الحركات اللي ممكن اعملها عشان بطني ترجع مكانها؟ انا هنزل على الارض حتى لو في البيت وهبتدي انام على ظهري، وايديا هتبقى هنا ورجليا متنيه كويس بوضع انا مرتاحه فيه، وهقوم طالعه طلعه صغيره لفوق وارجع مكاني تاني. ازاي؟ هطلع طلعه بطن وارجع تاني. اهم حاجه ان انا مش عايزه امسك راسي واطلع براسي. التمرين شكله مش عامل كده، انا كده هاذي فقرات رقبتي اكتر. انا عايزه ابص على نقطه معينه في السقف واثبت عليها نظري، دقني دي هقوم مدخلاها لجوه ومثبتاها. ايديا هنا مش ماسكه في راسي، هي حواليها ومفتوحه. هطلع ببطني وهنزل ببطني. طيب بعد كده ممكن اعمل ايه؟ ممكن اطلع طلعه البطن الكامله اللي هي كلنا معظم الوقت متعودين عليها، اللي هي دي اللي بنسميها السيت اب. بس لو انت عايزه رايي بصراحه، التمرين ده مش اكتر حاجه ممكن تجيب في شكل بطنك، انت عايزه الحاجات اللي فيها قوه تحمل شويه. طب ممكن اعمل ايه؟ هنام تاني. لو انت عايزه ممكن تحطي ايديكي ورا ظهرك، لكن انا هختار ان انا احطها جنبي. هضغط ظهري في الارض، مش عايزين على قد ما نقدر يبقى في مسافه ما بيني وما بين الارض. وهعمل ايه؟ هطلع رجليا الاثنين فوق، هطلع بالراحه قدام وهرجع ورا تاني، هطلع بالراحه قدام وهرجع ورا تاني. ده تمرين تاني انا ممكن اعمله للبطن. اخر تمرين اللي هو شويه بيبقى صعب، بس ده اكتر تمرين بيبقى مفيد جدا لكل كل كل عضلات البطن وعضلات الجسم كمان معايا، اسمه بلانك. البلانك ده تمرين تحمل اكتر منه اي حاجه، والضغط فيه كله بيبقى على المنطقه دي اللي بنسميها الكور، الظهر بالقطنيه بالبطن. شكله عامل ازاي؟ انا بنزل هنا ايديا مقفوله، بحاول اخلي كوعي تحت كتفي بالظبط، وبحاول ان انا اطلع على طراطيف صوابعي. اهم حاجه انه جسمي كله يبقى في خط واحد، لا هو فوق ولا هو تحت ولا هو مقوص على نفسه، هو جسمي كله في خط واحد. وبحاول اثبت اكتر مده ممكن اثبتها، بجرب النهارده وبجرب بكره وبجرب بعده، وشويه شويه بزود لنفسي كام ثانيه. ممكن تحطي ستوب ووتش، ممكن تحاولي توصلي ل 20 ثانيه 30 ثانيه دقيقه دقيقتين بالنسبه للناس. بس التمرين ده كل ما هتزودي فيه كل ما هيكون احسن لكل عضلات جسمك، وبالذات البطن والظهر والظهر القطنيه من تحت.
حاولي ان انت ما تاخريش قوي قوي ان انت تنزلي تمارين، وما تبدريش قوي قوي ان انت تنزلي تمارين. مشي، جري، معاهم اكل كويس، معاهم تمارين بطن، انت جسمك هيرجع زي ما كان، بس اديله وقته وما تنسيش تاخدي موافقة الدكتور. شكرا.